لما عم خوم وان قال يوم قد نشد مراني شو عم شيحا كارزوسا يوحنا بارك يا سيد. الحق الحق أقول لكم، من لا يدخل حظيرة الخراف من الباب بل يتسلق إليها من مكان آخر فهو لص سارق، ومن يدخل من الباب فهو راعي الخراف، له يفتح البواب والخراف إلى صوته تصغي، يدعو خرافه كل واحد منها باسمه ويخرجها، فإذا أخرج خرافه جميعا سار قدامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته. أما الغريب فلن تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف. وأما الأجير وهو ليس براع وليست الخراف له، فإذا رأى الذئب آتيا ترك الخراف وهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، وذلك لأنه أجير لا يبالي بالخراف. أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني، كما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي، وأبذل نفسي في سبيل الخراف. ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، فتلك أيضا لا بد لي أن أقودها وستصغي إلى صوتي، فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد. والمجد لله دائما، والرب يبارك عليكم. المجد للمسيح ربنا، آمين. أكو مثل يقول السفينة اللي تكثر القباطنة بيها تغرق، ويمكن سفينتنا اليوم في عالمنا هو كثرة القباطنة، كثرة اللي يحاولون أن يمشوها هاي السفينة. أكو مثل شعبي آخر يقول الدست اللي حركونه كثيرين ما يستوي. فكرة الراعي اللي يتكلم عنه يسوع هي فكرة نوعية العلاقة اللي تمشي البشر. هذه فكرة قديمة. سفر المزامير يقول الرب راعية، لأنه شوية شوية إحنا البشر اكتشفنا بأنه كل واحد يمشي بحسب الهوى أو الرغبة أو مثل ما يعجبه، وكل اللي نصبون نفس مقادة على البشر أكو إنا، أكو مصلحة، أكو غاية. ولهذا نشوف تاريخ البشرية حروب، ولا زلنا طامسين إلى هون في هذه الحروب، وكل يوم نسمع قيادات جديدة ودول جديدة وحكام جداد، ونسمع أسماء ما كنا سامعين بها قبل. لكن الإنجيل اليوم يدخلنا في نوعية العلاقة، يقول لك ما يعرفك إلا اللي خلقك،
ولهذا احنا نؤمن بأن الله هو إله خالق وأن المسيح مخلص. ليش؟ لأنه يعرف دمارات الإنسان، يعرف كل واحد شنو، يعرف أعماق قلوبنا، اسمه فاحص الكلى والقلوب. ولهذا هو اللي راح يعرف كيف يودينا ويجيبنا ويعرف مستقبلنا، مثل ما الراعي يعرف الخراف. يمكن الخراف لو ماكو راعي كل واحد يروح بديرة ويموتون من الجوع ومن العطش، أو يجي الذيب ياكلهم. هذا اللي يصير بين البشر، نكتشف بعد مدة من الزمان أنه مشينا غلط، وهذا يحدث في أحسن العوائل لما ما يكون هناك مرجع، مسطرة، مقياس. في أعماقنا دائما أكو شيء يجرنا، ولهذا يضيع الخروف والراعي الصالح يترك 99 ويروح يدور عن الخروف الضال. ولهذا احنا دائما تعجبنا هذه الصورة، وهي أقدم صورة للمسيح. الصليب ما ظهر في تاريخ الفن إلا بالقرن الثالث. المسيحيين كانوا شوية يشوفوها صعبة أنه يعلقون آلة إعدام على صدرهم أو في بيوتهم. أقدم الصور اللي عندنا في دياميس روما هي الراعي الصالح اللي على كتافه أكو خروف. إحنا مثل هذا الخروف اللي يلقينه الراعي، يعرف مكانه لما الخروف يثغو، يعني يصيح. لما يصيح الخروف الراعي يتوجه إلينا. ولهذا الصلاة هي نوع من الصراخ، بالإبراني والآرامي دعوتك صرخت إليك حتى تلقيني. رح ياخذ يسوع صورة أخرى، لتكن مصابيحكم موقدة. بالليل من يجي العريس ما يشوف طريقه إلا إذا شاف لمبتك، مصباحك معلوق. هالشكل يهتدي الله إلنا وإحنا نهتدي إلو، إذا بقينا هاللمبة أو إذا بقينا هالصراخ. ليش نجي يوم لحد للكنيسة؟ حتى نصرخ، حتى نثغو مثل الخروف الضايع، فيلقي طريقه إلنا وينطينا المأكل والمشرب، ينطينا النعمة. فعل الإيمان هو فعل إنساني. لو كان لكم إيمان، لو كان، ما يقول الله ينطينا إيمان، لا، يجب أن يكون عندكم هذه القناعة بأنه الله راح يرسم لنا خريطة الطريق. اليوم كثير يحكون عن خريطة الطريق وما كان نشوف طريق، الكل تيه الطريق وضيع الخريطة، ضيعنا كل شيء، لكن هو راح يكون خريطة الطريق. راح يلقينا المرعى، راح يلقينا الكلأ، راح يلقينا الحشيش، راح يلقينا الماء. إذن وين هذا الماء؟ الماء هو في داخلنا. إن من يسمع هذا الكلام تجري من بطنه، ذكروا أحد الفات، تجري من بطنه أنهار ماء الحياة. يعني الخرفان القطيع راح يصيرون هم أيضا رعاة. الأب يرعى أولاده، الكاهن يرعى جماعته، المطران يرعى أبرشيته، والبطرك نصعد نصعد. الراعي هو كل واحد منا راعي، كل واحد منا يحتاج إلى هذه العلاقة
اللي تعرف منين جينا وين راح نروح، نعرف الهدف. منو يعرف الهدف؟ بالحقيقة يمكن هي هاي المشكلة اللي كثير مننا نعاني، الأفراد، أنه ما عندنا هدف. عايشين، من أسأل واحد شلون أحوالك؟ عايشين، إن كان هوني أو بالخارج نفس السؤال، نفس الجواب يجيني، عايشين. هل يكفي أن نعيش؟ هل يكفي أن نكون فقط مثل الغنم؟ الصورة مع الغنم ما هي صورة التبعية، لا، هي صورة الثقة. لمن يسوع في بستان الزيتون راح يقول ليس مشيئتي بل مشيئتك، يعرف بأن الإنسان ما دائما يعرف الطريق، ولهذا أكو واحد يقدر يدلنا. أش اسمه هذا الواحد؟ الصوت، الصوت الخارجي. الصوت الخارجي هو فرد صوت يمكن في داخلنا أحيانا يتكلم كضمير، لكنه أيضا صوت الجماعة. كثير من الناس يمكن ما عندهم حاجة بالآخرين، الحمد لله والشكر، يشتغل ويأخذ راتب ويعيش عائلته، بس هذا ما يكفي. أنت بحاجة أن تجي وتسمع الصوت الخارجي حتى شوية تصحح المسار، لأنه إذا غلطت بالطريق، أكو ناس يطلعون وماكو علامة بالطريق، بدل ما يروح إلى أربيل يروح لسليمانية، يغلط بالطريق، لأن علامات الطريق يمكن قليلة. وكل ما الزمن كان مضطرب كل ما علامات الطريق مضطربة. يراد لنا في الدليل يعرف الطريق. ويسوع أيضا يسمي نفسه أنا الطريق والحق والحياة. إذن هو وراي وهو بجنبي وهو أمامي، لأن الراعي الصالح مرة يمشي قدام ومرة يمشي خلف ومرة يمشي في وسط القطيع. ما بس يمشي قدام، لأن إذا مشي قدام التعبانة والمريضة والعرجة ما تقدر تلحق، وإذا مشي خلف القطيع منه راح يقوده؟ غالبا ما الحمار هو اللي يمشي قدام القطيع. وإذا مشي في الوسط ما راح يقدر يسيطر. إذن ينتقل هذا الراعي داخل الجماعة، مرة يقوده بالقادة اللي عينهم، الدعوة، يدعو بعض الناس حتى يقودون الجماعة، ويدعو بعض الناس حتى يشفون الجماعة. ولهذا نتكلم عن الراعي لما نتكلم عن الدعوات، والدعوات أشكال. الدعوة هي الشعور بالمسؤولية. ياما وياما أكو ناس يبقون أطفال، يعني بس يمصيدوا كأنه بس نفسه يسليها، بس فجأة يكتشف أنه أكو فرد حاجة هو يقدر يقدمها. الحاجة بالجماعة هي تولد الدعوة. منو يولد الدعوة؟ الراعي الصالح يقول تعالوا اتبعوني، أجعلكم رعاة، أجعلكم صيادين، أجعلكم معلمين، علموهم، عمذوهم. هالشكل انتشرت الكنيسة. الكنيسة أكيد أكيد دائما تصرخ وتحاول أن تتعلم من هذا الراعي، ولهذا يبقى الراعي معانا. نحن نؤمن أن يسوع القائم هو معانا بالروح القدس، يوشوشنا، يهمسنا بإرادته. ولا تخافون، مرات نغلط بس يجي هو يصحح المسار. بهذه الثقة نسلم حياتنا، نسلم كنيستنا، نسلم مستقبلنا. لا تخافوا،
لقد غلبت العالم. بيش غلب العالم؟ بقوة هذا الحب، لأن الراعي يحب القطيع. ولهذا صورة الراعي ما كثير تنطبق على يسوع، لأن ماكو راعي بالعالم يموت من أجل خرافه. عادة يأخذها يرعاها حتى يأكل، ويأخذ جبن